السلام عليكم الزفلة وان شاء الله تكونوا كامل ملاح ان شاء الله تلقاكم هذا لا فيديو كامل كامل بخير وصحتكم لاباس دو بارك سافا الحمد لله الوغ اليوم كيما العاده والعوايد راني ارجعت لكم فيديو جديده وروتين جديد ولا فلوج جديد المهم هذا لا فيديو فيها من كل شويه فيها خرجه فيها مشتريات وثاني كيما راكم تقراو في العنوان راح نشارك معاكم الزيوت اللي راني نستخدمهم في شعري وكيفاش نطهلا في شعري قبل عرسي يعني هاد الزيوت تعاون بالبزاف ولقيت عليهم نتيجه قلت والله غير نشاركهم معاكم حتى نتوما تدوا يعني لي زيدي كيفاش تهلاو في شعركم ماشي زعما برك راني عروسه راني نتهلا ولا ميم سي تكوني ماشي متزوجه كاع الواحد يعني يتهلا في روحه في شعره في يديه في في الكور تاعو كلش كلش دونك لهنايا الحاجه الاولى راني بديت لكم يعني كي خرجت آه هنا هنايا راني في اقبو وليت تعب جاية رحت خرجت هكا الحوانت باش نشوف لي بري نشوف واش عندهم هنايا قصت هاد لاغوب عجبتني وراني آه قصتها برك يعني نشوفها عليا فينا المهم ما جبتهاش بس بدلت رايي جبت حاجات واحد اخرين ودخلت ثاني الحان تاع سبابط اه بس كان يعني خاصوني اه دي تاع خرجة تو ثاني تاع تاع العرس تاع التصديره دونك يعني جيت باش نشوف آه كامل واش عندهم وشوفوا حبيباتي اذا راكم حابين ندير لكم فيديو تاع مشتريات قولوا لي في لي كومونتير خليولي لي لي تاعكم الشابين وبارطاجيولي لا فيديو راح ندير لكم فيديو واحد اخرى تاع مشتريات نوري لي صندال واللبسه اللي شريتهم ومن بعد لهنايا جيت لهذا الحانوت حبيت نشوف لي روب سواري تاعهم غير عجبوني بالبزاف بصح راهم غاليين لا غلا راه داير حاله اون هادو ماشي زعما باش تكريهم باش يعني لل... يعني للبيع تشريهم ديريكت راهم زوج

بالصح راهم شابين شابين بالبزاف وهنا يا راني نوري لكم في هادو لي ثاني على بالكم هاد لي كافطو تاع افلور يعني خرجوا بزاف شابين اون بليس راهم طوندونس وهنايا جيت باش نوري لكم واش جبت من ياليدين رحت لياليدين في بويره جبت هادو لي قلت والله غير نشاركهم معاكم بالك حتى نتوما تستحقوهم نخلي لكم لا وين شريتهم هادو يساعدو بزاف يعني كي لا... كي ديروا في لا تاعكم ولا تفواياجي ولا تست حقوهم شريت ثلاثة شريت وحدة يعني تاع لي سو وواحدة ووحدة تاع لي برودوي كوزميتيك هذيك لو نوي شريتها للمسيو يعني هو شريتلو برك وحده على بالكم احنا البنات لازم برودوي كوزميتيك وحدهم ولي سيري وحدهم دونك لازم لا و زوج دونك هو شريتلو غير وحده اون أه. بلوس مالكي تشوفوهم هكا صغار بصح يرفدو الداخل اللي عجب راح نخلي لكم لي فوتو يعني لهنايا ونخلي لكم ثاني لا باج اللي راهي حابه تكوموندي ولا تكوموندي وشوفوا هنايا راني فتحتها لكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات آه وثاني على بالكم هادوما لازم اي واحد تكون عنده يعني راح تستحقوهم ميمسي تخرجوا غير هكا تروحوا للعاش على لا نتاعكم باش تشونجيو تما في لاصال ولا يعني تدو فيها يعني دوزانكم نغمال يعني حبيت نوريها لكم باش تشوفوا كلش يعني بعينيكم هذه ثاني البلونوي تاع الرجال شوفوا شحال ثاني هايله شوفوا البنات ماشي في بليسيتي ولا والله غير خلصتهم بالدراهم هي لا يعني خليتها لكم غير يعني نحب نشارك معاكم هكا لي بون بلون باش تدو افكار حتى نتوما اذا يعني تحوسوا على هاد الصوالح ولا حول تلقاوهم ودوكا رايحين نولو للاهم والمهم يعني اللي هما الزيوت اللي نستخدمهم في شعري واللي يعاونوني بالبزاف يا البنات آه شوفوا عندي واحد ستة شهور ولا سبعة شهور راني نستخدم فيهم فريمون الشعر تبدل 180 درجه شوفوا كان شعري هكا طويل ومن بعد يعني تحرق لي هكا شويه من تحت على بالكم مع اليسور والسيشواريتو ومن بعد قطعته ودرت له كوب صغيره كاع دارت كوب صغيره هكا يعني باش نعاود نتهلا فيه من دره وجديد من تحت باش يعني تكون الشعره تاعو كيما نقولوا خشينه وقويه دونك بديت هادو زيوت اللي هو الزيت الاول ها آه اللي جايه هادي في في القرعه هادي الكحله تاع زيت, زيت زيتون مع الثوم وحبيبه تاع القرنفل والزيت دوزيام تاع اكليل الجبل آه اكليل الجبل نورمالمون تعرفوه كامل آه دوك يعني راح نوريلكم آه كيفاش راه جا الحاجه الاولى آه لازم تديرو الزيت الاول تاع الزيت زيتون مع الثوم والقرنفل كيفاش تديروه في قرعه كحله داكور باش يبقى يعني في بلاصه مظلمه وثاني في قرعه تاعو كحله باش ما يدخلهاش الضوء كيفاش درت آه درت شويه زيت زيتون وجبت حبيبه تاع الثوم وجبت معايا ليكوردون درك راح نديرهم والله راح نديرهم هكا ثقوب بالليكوردو كامل بصح ديروا بالحاجه تاع الحطب بالليكوردون ما ديروش بحاجه تاع الحديد دونك راح ندير كامل الثوم تاعي هكا ثقوب وندير لهم داخل الزيت انا يعني كان كان لي غير شويه والزيت يعني عمرت القرعه تاعي بالزيت راح نزيد لها شويه ثوم والقرنفل عندها وتخليوه يكون يعني في بلاصه تكون مظلمه الواحد ال15 يوم هكاك ومن 15 يوم وطلع تبداو تيتيليزيو كيفاش راح تيتيليزيو قبل الدوش بزوج سوايع انا كي عملت اليوم ديسيديت ندوش نوض صباح في شعري بيان يعني ونمشطو ندير له هكا ماساج يعني لشعري غير بالعقل حتى ندخل كامل هذاك الزيت للداخل ونلبس له هكا فوناره ولا نروح ندير شغلي حتى نكمل كامل شغلي ندخل للدوش وندوش ميم يعني زيت الدوزيام هكا يعني نديرو خطره ندير هذا وخطره ندير هذا دوكا كي كملتهم كامل يعني ثقبتهم راح نديرهم للداخل ونخليه قلت لكم انا يعني هذا الزيت كان عندي يعني قديم قلت لكم قد ما يبقى لكم يعني قد ما ما يكون عنده فوائد دونك انا غير بقى لي شويه حبيت نزيد باسكو حسيت القرعه تاعي يعني قريب تخلص لي حبيت نزيد بالنسبه للزيت الدوزيام تاع اكليل الجبل دوك راح نخلي لكم فيديو صغير هنايا كيفاش درتو بس يعني النهار اللي درتو فيلميتو بصح ما بارطاجيتهاش معاكم خبيت غير هذيك لا فيديو خبيتها يعني دوكا راح نديرها معاكم فوالا هذا هو إكليل الجبل نورمال متعرفوه كامل احنا بالقبيليه نقولوا له ام الزير وكل واحد يعني كيفاش يقولوا على حساب المنطقه تاعو لهنايا غسلته كامل وخليته باه ينشف دوكا واش راح ندير راح نديرو هكا داخل طبسي ولا بورت مونجي بو هذا يعني بورت مونجي عنده الغطا نتوما ديروه ثاني يعني في حاجه عندها هكا الغطا دوكا راح ندير له زيت الزيتون وندير شويه الماء في الكاسرونه باه يسخن يعني نخليه حتى يغلي بيان ومن بعد نديرو كي شغل نديرو داخل حمام مائي ما حبيتش نحطو ديرك فوق النار راح يتحرق لي وبلس كاين الزيوت والفوائد تاعو راح يقتلهم يعني ديريكت كنحطو هكاك فوق النار وثاني كاين زيت الطياره ما حبيتوش زعما يروحوا لي الفوائد نتاعو شوفوا هنايا كي خليت الماء تاعي يغلي حطيت فوالا حطيت البورتمونجي هكا دوكا راح نغطيه حتى نشوف الزيت تاعي تبدلت لا كولور نتاعو جوغي يولي لي هكا خضر خضر شويه يعني كتر من دوكا ومن بعد راح نحيه ونصفيه نديرو داخل قرعه انا يعني نحيت هكا شويه تاع إكليل الجبل في الاول ما درتوش هنا باش نديرو داخل القرعة يعني نلوحوه هو تاني باش يمدلي ريحة شابة وشوفوا هنايا كيفاش تبدلت لا كولور نتاعو دوكا راح نصفيه ونديرو داخل القرعه وندير شويه عليها هكا اكلي الجبل ماشي هذا اللي نحيته قلت لكم خليت شويه يعني في الاول ما راح نلوحو داخل هذيك القرعه ونخليه حتى هو من 15 يوم وطلع ونبدا نوتيليزي فيه كما قلت لكم لهنايا كملت يعني حبيت نوري لا نستخدمها في شعري دي جوريتها لكم بصح كاين يعني مشتركين جدد في القناه حبيت حتى هما يستافدوا هذا لا جام تاع فيونا شوفوا كاين بزاف يعني فيها انواع كما هذه الصفره للشعر التالف والمتقصف وكاين يعني لا الحمراء للشعر اللي عنده ل... وسمو اسمه وكاين ثاني الاورانج وكاين البلو كاين يعني بزاف فيه لي كولور وكل وحده الواش انا هذه الصفره خرجت بزاف عليا كي بديت نستخدم هاد الزيوت درت مع هذه الصفره آه الشامبو الماسك ولا بري شامبو نستخدم قبل الشامبو نغسل شعري ومن بعد نولي الماسك شوفوا هنايا ملي بديتها حوالي 6 شهور ولا 7 شهور شوفوا شحال بحال شد لي الماسك يعني ندير غير شويه للاطراف كي نغسلو بالشامبو كيما قلت لكم ومن بعد آه يعني نحيلو كامل هذاك الشامبو نروح ندير الماسك نديرو هكا غير في, في الاطراف نتاعي ونخليه من خمس دقائق إلى 10 دقائق ومن بعد نغسلو ونكمل ندير له لا على بالكم شعري واللي خفيف خفيف لدرجه آه ما تصدقوهاش انا ثاني على بالكم عجبتني بزاف النتيجه وما نبدلهاش على بالكم هذا لاكام وبالك اذا لقيت هكا خير منها ولا بصح لحد الان عجبتني هاد لاكام وبالنسبة للزيوت الثاني لحد الآن ثاني عجبوني ما حبيتش قاعد الزيوت اللي على بالكم هادو نحسهم طبيعيين مئة بالمئة أنا اللي درتهم في الدار والقطع عليهم نتيجة ما نحبش نبدل ولا نخلط في شعري لحد الآن راح نكملهم يعني بس إذا بدلت من القدام لقيت حاجة جديدة ولا لقيت حاجة خير راح نشاركها معكم يعني ما تخافوش الحاجة المليحة اللي, اللي نديرها وتخرج عليا راح نشاركها معاكم وثانياً راني ندير ماسك طبيعيه للشعر يعني ماشي برك هذا تاع فيولا ندير ماسك طبيعي اذا راكم حابين نشاركهم معاكم قولوا لي في لي راح نبارطاجيهم وهذه هي لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون لا فيديو عجبتكم وما تنساوش تابوني في الانستغرام تما يعني نكون اكتيف ونكون يعني في هكا أجو. آه وثاني لي ستوري هكا اجور وثاني تخليولي لي كومونتير نتاعكم الشابين وتهلاو بزاف بزاف الى الفيديو القادم ان شاء الله ودمتم في رعايه الله وحفظه باي باي